السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما لا يخفى عليكم ان اليوم بالرباط وامام البرلمان يعني حجه وفود من جميع ربوع المملكه من اجل مسانده اخوانهم الموقوفين والموقوفات فعلا تتبعنا عن قرب هذه الوقفات والشعارات التي رفعت وعندما هموا ب يعني باش يديروا المسيرة في اتجاه المقر ديال الوزارة في باب الرواح كان هناك المنع وقد التحق الإخوان إلى المقر أمام المقر ديال الوزارة في باب الرواح على أساس أنهم يقوموا بوقفة هناك متبوعة بإعتصام جزئي إلى هنا الأمور تتبان واضحة وضوح الشمس ومسألة عادية يعني مساندة الإخوان الموقوفين والموقوفات الذين كانوا حطب تدفئة من أجل يعني تحقيق هذه المكيسبات مقابل تمرير قضايا كبرى التي قد الصف بالحقوق والتراجع في المكتسبات إلى آخره كما العادة رفعت شعارات الحماسية وكاين اللي طلعوه في العمارية وهذا قد يؤدي بنتائج عكسية لأن القرار الآن بيد الوزير الوصي عن القطاع وخاصكم تلتقطوا الاشاره ديال يونس السكوري مني يعني وجهوا لي سؤال حول طي الملف ديال التوقيفات قال لهم هذا الملف ما نقدروش ندخلو فيه لانه قرار داخلي لوزاره التربيه الوطنيه خاص بالوزير بن موسى ولا دخل لنا به في حين ان بعد الاحتجاجات ديال أكتوبر شتو بأن الحكومة في شخص رئيسها قام بتشكيل يعني لجنة لاتية الأقتاب من يعني فوزي القجع ويونس سكوري وزير التربية الوطنية حتى يتفاوضوا بإسم الشغيلة التي نابت عنهم النقابات الاكثر تمثيليه اذا هذه الساعه كان ممكن يتدخلوا في الشؤون الداخليه الان اصبح هذا الملب يعني بعيدا كل البعد عن اي وزاره اخرى باستثناء الوزير الوسيع عن القطاع علاش قلنا لان كما قلت لكم الانسان من تيكون في شي ورطه من تيكون في شي ورطه ما تيطلعش للعماريه وتصعد ويبدا يقول لك يرش يقطر الشمع يقطر الشمع على من على هذاك اللي بيدو القرار اللي قد يعصف بالبعض فهذه الخطابات الحماسيه اللي زائده يعني الحدة ديالها أو يعني مرتفعة أكثر من من الدرجة ديالها اللي خاصها تكون فيها فقد تنقلب عكسا عن ما ينتظر الموقوفين خصوصا أن الآن تم استدعاء في بعض الأكاديميات تم استدعاء أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من أجل الالتحاق بملحقات الأكاديميات والالتحاق بمصلحة الموارد البشرية حتى يت... حتى يستلموا يعني الملفات الخاصة بالذين سي... الموقوفين والموقوفات الذين سيتم إحالتهم على المجالس التأديبية يعني خلال شهر ماي تقريبا الاسبوع الثاني من ماي اذا سيتم عرضهم على المجالس التاديبيه والان تم استدعائهم وتم حصر اللوائح ديال الاساتذه الذين سيتم عرضهم على المجالس التاديبيه اذا بنادم يضرب ويقيس و يقول لك قيس قبل ما تغيس وغرارين عويشه راهم كتير وحنا قلنا هذا الملف ما خصوش يتم تسييسه او الركوب عنه والا النتائج ستكون عكسيه وانا ارى ان فعلا هذو اللي باقيين 203 سيتم تفيئهم ودور 120